لا، أولا البعض منهم اعتبر السيد الكاظمي قد تجاوز على صلاحياته وحدد هذا الموعد، ولم يكن هناك الأرضية القانونية مهيئة مثل تعديل قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وأيضا يعني تحديد أو حل يعني حل مجلس النواب وفق المادة 64، يعني على اعتبار أن لأن الكاظمي حقيقة أنا أقولها بصراحة، وإن كان هو رئيس وزراء، لكن المشكلة وين؟ المشكلة الكاظمي يختلف عن رؤساء الوزراء الذين سبقوه، لم تكن هناك كتلة سياسية خلفه تستطيع أن تمرر ما يريده في مجلس النواب أو تدافع عنه، لذلك الآن السيد الكاظمي يتعامل مع الأمور وفقا لعهوده وتعهداته التي قطعها للشعب العراقي. يقول لك أنا اليوم حددت موعد الانتخابات، لأنه أتكلم لك بصراحة، الإصلاحات التي نعم قام بها السيد الكاظمي أو حاول أن يقوم بها السيد الكاظمي بالآونة الأخيرة أزعجت الكتل السياسية واعتبروها تجاوز على صلاحياته، ولذلك أقاموا يبلغوه مرة سرا ومرة علنية بالإعلام بأنه هذه مو اختصاصك، أنت جئت بحكومة مؤقتة تجعل انتخابات، وبالتالي أرادوا أن تكون هناك مساءلة قانونية أو مساءلة برلمانية للسيد الكاظمي، وأحرجه في مجلس النواب على اعتبار فشل في تحقيق الغاية من الحكومة وهي الانتخابات المبكرة، لذلك هو أعلن استعداده وحدد هذا الموعد بالاتفاق مع كما تعرفون الأمم المتحدة في هذا الأمر، وكان هناك أيضا تنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أو التي قالت في بادئ الأمر نحن مستعدين لهذه الانتخابات، لكن على الرغم من استعدادها هي حقيقة غير يعني من الاستحالة أن تقوم بالانتخابات ولا تتوفر لها القاعدة القانونية والأمور اللوجستية التي يمكن أن تقوم بها، ولذلك كان هناك بيان نعم ودليل على ما قلته لك قبل قليل أن السيد الكاظمي يعني تحديد موعد لا قيمة له هو بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر قبل يومين لتدارك الحالة، وقال نحن مستعدين، تعرف هي المسؤولية التضامنية ما بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بتحديد الموعد وبحل نعم وفي طلب حل البرلمان، نحن مستعدين لتحديد مدة أقصاها شهرين في الانتخابات المبكرة لو حل مجلس النواب نفسه، وبالتالي أنا أقول لك مجلس النواب لا يحل نفسه لأنه العدد المطلوب هو كبير بثلثين أغلبية الثلثين، وبالتالي الكتل السياسية سوف تتضرر مصالحها، وبالتالي انتخابات مبكرة، وأنا قلتها في إحدى القنوات وأقولها لك اليوم مسجلة في هذا التاريخ، نعم لا انتخابات مبكرة، وأنا بهاء العرجي أشكك أن تكون انتخابات حتى بال 2022.